الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وفي أي مكان راكم تابعوا فينا من خلال الجزائرية الثالثة. هذا العدد الأول من برنامج يس شباب. يس شباب هو البرنامج اللي نعتبره همزة وصل بينكم أنتم مشاهدينا الكرام وبين كل الشباب بأفكارهم أحلامهم ثقافتهم صوتهم اللي راح يسمعوه من خلال الجزائرية الثالثة. وهذا البرنامج اللي سميناه يس شباب. يا الشباب هو فضاء كبير لكل شباب بكل أنواعهم دون استثناء. احنا راح نتعرفوا عليهم واحد واحد من خلال هذا البلاطو اللي نحييكم من خلاله ونقول لكم بقوا معنا، راح نكتشفوا شباب عندهم أفكار عندهم أحلام وعندهم الكثير الكثير من الطموحات راح نعبروا عليها من خلال برنامج ياس شباب. في البداية خلوني نرحب بضيوفي اللي حضروا معنا في البرنامج لأول عدد، راحين يعرفونا على واش راهم يديروا من خلال الضيف الأول اللي راح يكون معنا هو زكريا صالح. مرحبا بك صالح، تفضل زكريا، تفضل انتشد الطرف كامل كما قلت لك المخرجة. إذا هذا أول ضيف راح نكتشف واش راه يدير زكريا صالح، فيما بعد راح نتعرفوا على زميله في نفس المجال. خلونا نكتشفوا الضيف الثاني اللي هو جواد تاج. تفضل جواد، مرحبا بك. جواد هو زميلنا، راح نكتشفوا أكثر واش يدير. تحية لك جواد، مرحبا بك. هذا شرف لنا أنه نتعرفوا على هاد الشباب اللي رايحين يقدموا الكثير للشباب اللي راهو يشوف فينا. خلوني كذلك نرحب بياسين علال، مرحبا بك ياسين. مرحبا بك، تفضل ياسين، هو الشاب الأنيق تاعنا الحطة تاعنا، صفقوا عليه انتم مادام راكو هنايا. ياسين قعد كيما قعد قدام زكريا من تما، مرحبا بك ياسين. كذلك نرحبوا بواحد الشابة زار من خلال العمل نتاعها اليومي، خلونا نرحبوا بميسا. ميسا مرحبا بك، تحية لميسا. ميسا هذيك بلاصتي، ميسا هذيك بلاصتي قاعدة قدام ياسين. مرحبا بك ميسا، مرحبا بكم. احنا رايحين نكتشفوا كامل واش يديروا ضيوفنا الكرام من خلال ريبورتاجات من خلال عمل ميداني يقوموا به زملائنا الصحفيين، لكن قبل هذا نخليكم مع هذا الفاصل ونتلاقاو بعد حين. بقاو معنا وما تروحوش بعيد. كما شفتوا مشاهدينا الكرام في الجينيريك البرنامج كاتبين عبارة شابة مع عنوان البرنامج يس شباب وي نيد يو. الجزائر محتاجة لكل شبابها، لكل الأفكار اللي عندهم، لكل الطموحات اللي عندهم، لكل الأحلام اللي عندهم، هكذا باش يخدموا هذه البلاد ونديروا اليد في اليد ونبنيوها. هذا هو الشعار اللي يحبوه كامل الشباب الجزائريين ويعترفوا به وحابين يخدموه. على هذا احنا وجهنا دعوة لهذا الشباب اللي شفتوهم في بداية البرنامج في العدد الأول، راح نكتشفوا واش يديروا. احنا علاش بديت شعار اليد في اليد؟ لأنه شعار اليد في اليد هو شعار خداوه واحد الشباب من المدية، ولاية المدية اللي نحييهم لما يشوفوا فينا. كما شفتوا زكريا صالح هو اللي راح يكلمنا على هذا الشعار اليد في اليد، كان شعار الفيديو اللي درتوه على اليوتيوب ولقى صدى كبير وشاركوا فيه بزاف ناس شباب وغير شباب حاملين شعار اليد في اليد. الحاجة الأولى علاش خيرتوا اليوتيوب؟ بما أنكم انتم صناع محتوى على اليوتيوب حابين توصلوا رساله، وشنو هي الرساله تاعكم عن طريق اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي؟ بون تو دابور السلام عليكم خويا ايمن، ميرسي بور لانفيتاسيون. بون احنا هي بيناتنا زعما تروح زعما برا للزنقه تروح لواحد تهضر معاه تقول له مش عارف انايا هذيك العفسه ماشي مليحه ولا شغل سا ديبون اسكو حيستقبلها ولا ما يستقبلهاش، فهمتني؟ بصح كي ديروا في اليوتيوب كاين عيبات سيكو كاين عباد راهم بزاف دوكا في لي ريزو سوسيو، فهمت كيفاش؟ خاصة الشباب اللي كيما انت هكذا فوالا دوكا ديجا ماشي غير شباب، ديجا ماني راهم عندها هنايا فيسبوك، فهمت كيفاش؟ ماني عندها فيسبوك مليحة يتما الميساج كي شغل تشبحوا شوية، فهمت كيفاش؟ كي تشبحوا باسكو فيها لا ميوزيك فيها كاليتي ديماج فيها تما كي تحطوا كاين الناس تعطيريهم وهذيك هي لي ريزو سوسيو تسمى باسكو الرساله تاعكم تلحق بالخف لبزاف ناس. اكزاكتومون علاش خيرتوا شعار اليد في اليد؟ انتم في الفيديو تاعكم اللي راح نشوفوه فيما بعد رساله شابه تاع شباب جزائري اليد في اليد نخدموا الجزائر، علاش خيرتوا هذا الشعار اليد في اليد انتم كشباب جزائري؟ هي اليد في اليد كلمه واعره كبيره بزاف، فهمت كيف؟ تسمى احنا ماذا بينا نكونوا كاع يد في اليد، فهمتني؟ هذا ما ينتقد هذا وهذا ما يحطم هذا وهذا، فهمت كيف؟ تما هذه هي الحاجه لازم كاع نكونوا متحدين، كبير صغير، مراه عجوزه شيخ بيبي صغير ما فيش هنايا
شغل ما تطيحلوش المورال، خليه يخدم، خليه تما اخدم اخدم. انت ليسونسي سقم روحك ما تبقاش تنتقد في الغاشي. صح هذه زكريا، انتم اخي انا قلت لك بديتوا على اليوتيوب، يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي جديده بالنسبه لكل العالم، يعني ونحن في الجزائر ما راناش متاخرين على هذا العالم، رانا نمشيو مع نفس العالم بنفس الوتيره. انتم كشباب يعني طلبه جامعيين، بما انك طالب جامعي تدرس وتشوف المجتمع وتشوف الشباب الجزائري، هل شفت انه اليوتيوب واش راكو ديروا مفيد للجزائر، يفيد الجزائر كشباب جاي تفيد الجزائر في خاصه في هذا الوقت هذا الحالي؟ هي بيان سور بيان سور سي كو لي ريزو سوسيو باسكو دوكا ولاو الناس كاع ولاو ما يتفرجوش تلفزيون بزاف، كيما تلقاه في تليفون ويكونيكتي ولا في بي سي ولا يخرج من دارهم في الترولي في البيوس ما عايش انايا، سوسيو كاين بزاف لي ريزو سوسيو. يتما لي ريزو سوسيو يوصلوا مليح لي ميساج، يوصلوا مليح سورتو جون هكا بالك ما يعرفوهش، كاين مواهب بزاف ما يعرفوهمش. اكزاكتومون كاين بزاف مواهب ما يعرفوهمش، يتما بلي ريزو سوسيو قادر يعرف وقادر يوصل الميساج تاعو، وهذاك هو البيوت تاعو. انتم مجموعه من الشباب اغلبكم طلبه جامعيين، خيرتوا انكم تكونوا على وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا لانكم ما عندكمش وسيله واحده اخرى، ولا لانكم حبيتوا تبانوا الشهره؟ لانه الان هاجس الشهره عند الشباب ولا بزاف كاع يحبوا يبانوا، ولا عندكم هدف واحد اخر انتم كشباب جزائري يعني في المديه خاصه؟ بون حنا في مديه جر ما عندناش كما يقولوا الوسائل اللي تعاونك، فهمتني كيفاش؟ تما بدينا في التياتر، دوكا التياتر ما ولاوش يجوا غاشي بزاف، فهمت كيفاش؟ تما كابابل يعرفوك شويه ناس والخدمة تاعك تبان مع شوية ناس، فهمتني؟ كي تأثر عليهم تأثر عليهم شوية، بصح كي تلقاها في لي ريزو سوسيو هذا يبارطاجي وهذا يكومونتي وهذا يطاقي صاحبه وهذا، فهمت كيفاش؟ تما هذه هي الحاجة المليحة، سي كو الميساج تاعي أنايا كي نديرو ماذا بيا يوصل بزاف ناس، بزاف مانيش عارف أنايا إلي ميتي، باسكو على بالي بلي ندير في حاجة مليحة. كون جات عفسه ماشي مليحه بهلك هذه ربي يوفقكم. احنا عاود نولي لك زكريا، بعد ما تعرفوا على اصحابك اللي ما جاوش، انت جيت غير انت وهشام، هشام بغدادي، راح نتعرفوا على مسكين ما جاش، على منوف ما جاش، عبد الرحمن ما جاش، كاين بزاف اللي ما جاوش، راح نتعرفوا عليهم من خلال هذا الروبورتاج لفرقه برنامج ياس شباب، راحوا للمديه وداروا لهم هذا التقرير هذا الروبورتاج، وشافوهم كيفاش يخموا واش راهم حابين يلحقوا من خلال هذه الفيديوهات اللي يديروهم عن طريق اليوتيوب. نشوفوا هذا الروبورتاج ونعاودوا نوليو، بقوا معنا. زكريا صالح من ولاية مدية، صانع محتوى ومخرج على اليوتيوب. راني نوفل من ولاية مدية، صانع محتوى على اليوتيوب. باش نبينوا الشباب اللي موش ضايع، احنا كي يشوفوا الناس الشباب يقول لك هذا ضايع، بصح كاين اللي عنده مواهب وكاين بزاف الناس عندهم مواهب ما لقاوش كيفاش يلحقوها برك، ما لقاوش الوسيله اللي يلحقوها بها. رحنا لي ريزو سوسيو باش نلحقوا صوتنا، كيما اليوتيوب فيسبوك انستغرام، هذوك باش تلحق صوتك، ما عندناش الامكانيات باش نروح لبلاصه واحده اخرى. ما حاجه بسيطه تلحق بها ميساج كبير، باش تخدم دي فيديو لازمك دراهم، وهذا الشيء ما كاش. ما مع الناس ماكش لي دعمك، ماكش لي يعاونك باش توصل. بغدادي هشام من ولاية مدية، صانع محتوى ممثل على اليوتيوب. أنه احنا ديجان من مدية حابين نوصلوا رسالة للجزائر أنه نقدروا نساهموا في بناء الجزائر. عزاني عبد الرحمن من ولاية مدية، فيديوغرافر مونتور كاميرامان. لوبجيكتيف تاعي هي نوصلوا واحد الصورة شابة على الشباب الجزائري أنه يقدر يوصل شباب وشباب مدية. يقدر يوصل وين وانا وحاب بيت لي دي في راسو يوصل ليه، ما يفشلوش. واللي عنده بيت لازم يلحق ليه ويدير بوسيبل باش يلحق ليه، مادام عندك هدف وعندك موهبه ما تخليهاش تضيع، دير بوسيبل باش تلحق البيت تاعك ولا الموهبه تبينها. ما ما عندكش امكانيات حاول وما تفشلش، خاطر لو كان تفشل ما حد يدير والو. اكيد باش ما تفشلش لازم دائما تقاوم الحياه اليوميه نتاعك بطريقه ايجابيه، كما شفنا هذه الافكار اللي عند شباب، هذه عينه من شباب تاع ولايه المديه، هشام شفناه في التقرير،
رغم انه الماكيوز تاعنا تخلعت كي قالها ندير سيشوار لانه الشباب دوكا شاب تاعنا والسيشوار ما يخطيهمش. معليش قول لي زكريا، مادام الحب تاعكم لهذا العمل هذا اللي هو الظهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هل كي تلاقيتوا بشباب كيما نتوما يقولوا لكم اخطيكم وديروا، ولا يقولوا لكم كملوا، ولا يشجعوكم، ولا نظن هذه الفكره تاع الفيديو اللي درتوه نتوما؟ تفضل زكريا. انا كيسيون واعر ديتني به صح. شوف هي كاين دي جون بزاف يقول لك راك تجياح راك كبير واش راك دير هكا واش راك دير هكا، كاين عباد لا الله يبارك يقول لك فونس ودير هكذا ما تفشلش. معليش ما كاينش اللي بدا ديريكت وما كاينش اللي يوصل ديريكت، لازم لك باص تبدا بها باش تطلع، باسكو اللي يطلع بالخف يهبط بالخف. انا ديجا غير كيما كنت نهضر مع واحد الرياليزاتور تاع تياتر مسرح، قال لي اللي يطلع بالخف يهبط بالخف، لازم تكون عندك اون باص تطلع بها. فهمت كيف؟ وهذه هي يتمنى ماذا بيا لي جون قايتك يكونوا اليد في اليد، وتاك حاب دير حاجه ديرها وهذا هو الهدف تاعك. ما تسمح حتى واحد. صح ما تسمح حتى واحد، ما تسمعليش هشام ودير السيشوار. روحوا لجواد. جواد هو زميلنا في التلفزيون الجزائري. نذكر انه التلفزيون الجزائري هذه العمليه الكبيره هو توظيف ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي نظن انه احنا بحاجتهم، احنا لما نروحوا للمونتاج نكونوا بحاجه جواد. جواد مرحبا بك. يعيشك يا مال. واش رايك جواد؟ صافا لاباس الحمد لله. جواد واش رايك قبل فهاد الشباب اللي يديروا بزاف لي فيديو في يوتيوب، واش رايك نتايا؟ اي افسه مليحه، يجيبوا ان بلوس للجزائر ويمدوا تفكيرهم ويمدوا ميساج يوصلوه بلي فيديو تاعهم. لي فيديو تاعهم. انت دير لي فيديو في يوتيوب ولا ما ديرش؟ مازال ما بديتش. انت نظن انك حاب تولي مخرج، راح نعاود نولي لك فيما بعد. نروحوا نشوفوا ميسا انت تشوفي اليوتيوب؟ وي بزاف. واش تشوفي في اليوتيوب؟ نشوف لي حل. نشوف السبعة في الدار. نشوف نسبتي لذيذة. كامل الأفلام نشوفهم. تشوفيهم. واش تخدمي أنت ميسا باش نتعرفوا عليك؟ نخدم مدفى صغار. نلونهم. كيفاش تعاونيهم؟ نلونهم كيفاش يشدوا اللون. كيفاش يلونوا؟ نلونهم كيفاش يغسلوا سنانهم بياسر. نلونهم كيفاش يلبسوا الفزات تاعهم. نلونهم كيفاش يشوفوا الخدمه تاعهم. يقولوا لي تاتا شوفي تاتا عاونيني انا مزيان اني نعاونهم. صح. صح يعطيك صحة ميسا. زكي مادام انتم احنا نشوفوا بزاف في اليوتيوب، انا نشوفوا عينا من ميسا وياسين اللي راهم معانا، احنا دائما والفنا نشوفوا لي تريزوميك 21 نشوفوهم في اليوتيوب كمصدر للضحك، ناس تجيبهم باش تضحك، باش انا نشوفوا عينا كيما ميسا وياسين يقروا قايمين بتعليم شباب جزائري رغم ما نقولش الاعاقه اللي عندهم، رغم انه الاعاقه تاعهم الاحتياجات الخاصه تاعهم انهم يفيدوا هذا المجتمع. واش رايك انت في استعمال ناس في اليوتيوب بطريقه سلبيه خاصه الوقت اللي ناكله؟ يا بون كاين دي تريزوميا ملاح، فهمتني؟ تما كي يلعب معاك سيكو تضحك. عندنا واحد ويتحوما وهشام يعرفوا سليم واسمه سليم حلو سكر، فهمتني؟ كاع حلو الله يبارك فيهم. وجونتي جاي فيفون، فهمت كيفاش؟ تما كاين اللي يستعملهم شغل هكا ماشي باش يربح منه. صح. وكاين عباد لا الله يبعدنا عليهم كما يقولوا يستعملوهم باش يضحكوا عليهم، وفهمت كيفاش؟ باش يجيبوا بهم لي فيو. صح فوالا. هذه للاسف الشديد، لكن هذا العكس، احنا في برنامج ياس الشباب راح نثبتوا العكس، انه شبابنا حتى واذا كانوا ذوي احتياجات الخاصه هم مفيدين للمجتمع تاعنا. كيما ياسين انت واش تخدم ياسين؟ تعرفوا عليك انا ياسين علال. نخدم في ليكو 80. واش تخدم ياسين؟ نخدم في ليكول. واش دير في ليكول؟ نخدم. تخدم؟ قالوا لي طيب صح؟ لا. واش دير؟ ندير فوتوكوبي. لي فوتوكوبي. مليح؟ زيد؟ انا مكان نعاونوا في كوزينه. واش تعاونوا في كوزينه؟ مثلا في المدرسه واش تعاونوا في كوزينه؟ زعما كي يكونوا وسخين نعطي لهم في البوطاجي تاعهم يغسلوها. تغسلهم صابون ولا بالماء برك؟ لا ماشي انا، كاينين الناس يغسلوهم. الناس يغسلوها. تتوري لهم. ما نحط لهم هم يغسلوهم. هما يغسلوهم. ياسين يحط لهم هما يغسلوهم. لو كان ما يغسلهمش شنو نديروا لهم ياسين؟ يعقبوهم.
على هذا معليش راح نتعرفوا على ميسا وياسين من خلال هذا التقرير اللي قامت به زميلتنا رباب العيش. نشوفوه ونشوفوا المهمه نتاعهم اللي حتى واحد ما يقدر يستغنى عليها في هذه المدرسه. نشوفوه ونعاودوا له اليوم. بقوا معنا. الإدماج في المجتمع هو شعار مدرسة تماني التابعة لجمعية ألف بشرادة والتي تأسست العام 2003. المدرسة تعكف على تحضير برامج خاصة وتقديمها لفئة تريزوميا، ووفق الإحصائيات فقد وفق القائمون على هذه المدرسة إلى حد كبير في تكوين هؤلاء الأطفال. وإحنا الهدف الأول تاع الجمعية هو الإندماج في المجتمع. كي يقول لك اندماج في المجتمع يلزمنا نعرفوا كيفاش راح نوصلوا صغير في المجتمع. صبنا موهبات، صبنا انفورماتيك، صبنا الورشات نتاع لابانتور ماكرامي، وعندنا ايدوكاتريس وعندنا ايد كوزينيي. ميساء واحدة من الذين تمدرسوا هنا، أظهرت ذكاء ونشاطا وحيوية طوال مشوارها الدراسي لتشتغل بعد ذلك كمساعدة تربوية قصد دمجها والاستفادة من خبرتها. وميساء هي كنموذج لتلقات تكفل مبكر وتلقات فترة تمدرس في المدرسة هذه اللي هي مدرسة تماني في جمعية ألف، والآن راهي يعني تخدم كمساعدة تربوية في المدرسة هذه في هذا القسم مع هذه الأطفال، ويعني عندها واحد العمل جيد، مواظبة على العمل، تجي بكري باش تخدم، تحب تخدم مع الأطفال في المواد اللي عندهم، يعني تتعامل معاهم بطريقة يعني لينة، طريقة إعطاء السؤال، يعني في التعامل تاعها مع هاد الأطفال ما شاء الله. يعني صبنا بليك ميسا نموذج ما شاء الله في هاد التجربة هذه. ياسين حالة أخرى، عاشق الطبخ إلى جانب تعلمه وتكوينه بالمدرسة لمدة تجاوزت 10 سنوات، وهو اليوم يمارس هوايته المفضلة داخل المؤسسة التي تربى وكبر بين أحضانها. النظرة تاع ياسين نتعاملوا احنا معاه عادي كأي خدام، يجي صباح يقول لك السلام عليكم، يدخل ديركت يعرف خدمته وش يدير وش ما يديرش، وش التعامل تاعهم سهل، جيب لي هذه هبط هذه نبعته عند الشيوخ كش ما يدي كش ما يجيب هذا ما كان. بس انا هو يخدم مليح وهايل وهاي او يجيب لي ستوب او يحتمل الكبار، وانا انا نحبه بزاف خاطر ياسين هايل ومربي. ياسين عاقل ويخدم ويسربي الماكلة ويتهلا فينا. صعوبات كثيرة ولكن التحدي أكبر، تحدي يحمل في طياته رسالة أمل مليئة بالإرادة من أجل تحفيزهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم من أجل حياة أفضل. كما شفتوا هؤلاء شباب جزائري بالإرادة نتاعهم رغم كل ما يعانوه، لكن شوفوا الطموح اللي عندهم أنهم يحبوا يكونوا ناس عندهم فايدة في المجتمع كما شفنا ياسين وميسا. نبدأ معك ميسا حجر، شكون دار لك مكياج هدايا؟ أول حاجة بارك الله فيها عطات كوثر، بارك الله فيها ادت لي حاجة مليحة. أنا فرحانة فرحانة بزاف. ما منتي شاب الله يبارك، انتي زدتي في المكياج ربي يعيشك. ميسا شفنا باللي يحبوك في المدرسة، يحبوك بزاف. كيفاش تعاملي معاهم؟ بون نعاونهم كيفاش يلبسوا لي فيستات، نعاونهم في السكالي، نعاونهم كيفاش يلبسوا دابليات، كيفاش يقعدوا في الكرسي، نعاونهم كيفاش يشدوا قلم، صح، واللون كيفاش يلونوا، صح. قولي لي ميسا، انت كاين بزاف بنات كيما انت يحبوا يقعدوا في الدار، علاش تخيرتي تخدمي في المدرسه؟ علاش حبيتي تخدمي في المدرسه؟ انا نخدم تعاوني، انا نخدم بالحد وبثنين وبثلاثه،
لحقاش عندي واحد بابا دينيس بابا شيا او هنا باباك او هنا ياسر في الوسمو واسمو عايشة سي احمد واسمو سي احمد كيما انت سي احمد انا كيف الله يبارك بارك الله فيك نحييو ونسيو سي احمد عيسى كملي ميسا قولي مع المديره المديره تحبكم يعاونوكم مديره بصراحه مديره تحبنا لا تحبنا كي ولادها وهي تحبنا كي مانا هي تشوفنا كيف الخدمه كيفاش نشوفهم وتشوفنا كيف الخدمه مال اساتذه نقول مدام محمد بارك الله فيك اللي تحبينا انا نحبك بزاف بزاف ربي يخليك لينا وتقعدي يا ربي تقعدي معنا كل يوم امين يا رب العالمين نروحوا لياسين ياسين انت قعدت بنفس المدرسه مع ميسا تتلاقى بها ما بتشوف ميسا في المدرسه نعم كل صباح كل صباح تشوفها نعم ما تكرهش ما تكرهش ميسا هي احسن مربيات التلاميذ صح ميسا بالاحتياجات الخاصه باسكو ميسا انا نتلاقى معها مع الاستاذه تاعها سما سليمه ونشكرهم كامل البوسن دي ليكول نقول لهم يديكم الصحه على هذا العمل وبارك الله في مدام حماده مدام حماده هي عرفتني 4 سنين كنت معها ديجا انا ماما ماتت الله يرحمها وساليها ونخدم في ليكو تاعها في ليكو تاعها صح انا نعرفوا انه انت في عمرك 35 سنه هكذا 34 سنه وغير كيما تجاز لانيفيرسير تاعك وما داروهولكش هكذا نساوك هذه الخطره معليش قل لي ياسين قالوا لي باللي انت اللي كانت ماماك مريضه وانت اللي كنت قايم بها كيفاش كنت قايم بها رغم انه الاعاقه نتاعك يعني كانسان ذوي احتياجات خاصه كيفاش كنت تقوم بالام تاعك الله يرحمها الله يرحمها وساليها كنت قايم بها نطيب لها قهوه نطيب قهوه نسخن لها الحليب انا ما كانوش ندير لها ثلاث ايام ما رحتش ليكول النهار كيما ردت ما عرفتش بلي تاخذ ما لبس واش كاين وبعد تصد بلا فامي قدر ما روحوا ماما تحت في الارض الله يرحمها والان الان على بالنا باللي كاع شفنا في شهاده الناس اللي هضروا عليك في الروبورتاج كاع يحبوك ياسين علاش يحبوك وشنو الحاجه اللي تخليهم يحبوك يحبوني باسكو انا نجي نعمل معاهم نخدم بوسكو دو ليكول مع مسيو قاسمي مع غينيدا مع مدام حماده مع فؤاد اسيستانا صح هو يفتح لنا الباب هو يدخل ويخرج في التلاميذ وانا نصوني لهم جوية ربعة وعشرة انا نصوني لهم وش يحبتوا الخرجة تاعهم خرجة تاعهم تعزهم باش ما يطيحوش في الدروج وي نعزهم قول لهم دخلوا تسالكم بالكم هكذا بالك الخيوط تاع الصباط قل لي ياسين شكون اللي خير لك اللبسه اليوم هذه شكون خيرها لك؟ انا وحدي قالوا لي دائما تلبس حطه علاش؟ وي سي كوم سا حبيت ندوس في الاداء الوطني دوزو الجزائري نشكر عماد سعدون ربي يعيشك ياسين قالوا تحب بزاف التلفزيون الجزائري انت قالوا تتبع بزاف نعم علاش واش تحب تشوف التلفزيون الجزائري؟ نحب يوسف واسمو هذاك يوسف حميدي محسن بوزطيط تحياتنا لزملائنا زملائنا المنشطين المقدمين البرامج للتلفزيون الجزائري الله يبارك الله يبارك قالوا لي حبيت تزوج صح؟ نو ديريكتومون نروحوا لجواد جواد داك كشفت انت نظن تعرف معاناه تاع شاب ذوي احتياجات الخاصه راك شفت شباب كيما هادو يحبوا يخدموا نفس الشيء كيما انت حبيت تخدم وفرت وجودك هنا في التلفزيون وكاع نحبوك يعني هذه ماشي مجامله جواد كيف جاتك الفكره تجي لهذا المجال اللي هو شويه صعيب مجال السمع البصري الفكره جاتني كي شفتو ما يديش شغل ساهل اكسيسيبل ليا واللي ساعدني في حياتي اليوميه وكي دخلت في المجال حبيته بزاف وعجبني بزاف وكملت فيه مهما تكون صعوبات تكمل فيها صح انت اللي خيرت المونتاج ولا جات هكذا كبرك ولا كيف تخيرت هذا المجال مجال المونتاج تركيب انا خيرته باسكو يساعدني في الحاله تاعي قاعد في بيسي وتمونتي وديكوفريتو عجبني وليت نخدم فيه صح الحمد لله نظن كي جيت للتلفزيون نتايا واش كانت النظره نتاعك على التلفزيون لما دخلت لداخل كيفاش لقيتها واش لقيت لداخل بالنسبه لي يخدموا معاك وكامل في هذا المجال لقيتها بلي حاله شغل كانت شغل عائله اقسم بالله شغل
شوني في الدار حالة وشغل كاع رحبوا بيا وكاع قالوا لي كش ما خصك نعاونوك الحمد لله والله صافي بليزير الله يبارك نسلم عليهم بزاف بزاف اكيد كمل زملائك اللي في المونتاج وواحد فيهم راه هنا يعقوب راح نشوفوه من بعد في التقرير قبل ما نشوفوا التقرير جواد انت لما قلت للعائله باللي خلاص راح نترسم في التلفزيون الجزائري ونولي خدام وكلش واش كان رده الفعل نتاعهم؟ فرحوا بزاف ما كانوش يستناوها شغل شو كانت كيما يقولوا صدمه كبيره صدمه ماشي فرحه لا شغل صدمه في الفرحه بوزيتيف ايجابي ايوه الله يبارك بالنسبه للشباب اللي تعرفهم سواء اللي عندهم عقده ذوي احتياجات خاصه ولا عاديين في الحومه ولا اصحابك اللي قراوا معك لما تقول لهم راني تريكريتيت في تلفزيون جزائري واش يقولوا لك؟ يقول لي صافي بليزي فرحنا لك شغل يفرحوا لي كامل نفسها مليحه الله يبارك ونشكر الدوله اللي دارت مباراة هذه تستاهل جواد انت لانه شهاده بتاعنا ماشي كي راك قدامي انه رغم الاعاقه اللي راك فيها انت انشط واحد فينا انت اللي تجي بكري نجوا المونتاج قبل ما يفتحوا المونتاج نلقاوك تستنى انسان ملتزم يحب يخدم حتى الروبورتاج اللي حنشوفوه اللي قامت به زميلتنا فاطمه بن بريكه هو اللي قام بالتركيب نتاعو نشوفوا هذا الروبورتاج ونعاودوا نبيه وبقاو معنا في ياس الشباب وقلب ينبض بحب مهنة التركيب التلفزيوني وصدق يحاكي قصة جواد. جواد شاب عشريني تحدى واختار ووصل إلى خلية التركيب بالتلفزة الوطنية ليفتك مكانته عن جدارة. جواد زميل معنا جا جديد ملي دخل معنا في التركيب الحق ما حسيناهش كامل الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصه وكونترير كان عنده اراده وطموح باش يتعلم معنا التركيب دائما يجي يسقسينا يستشيرنا في امور يحب يفهمها ولا يتطور فيها مع ان عنده اراده بزاف كبيره. درس جواد مهنة التركيب بالمعهد الوطني للسمعي البصري وقدم مشروعا عن العوامل المعيشية للإعاقة الحركية في المجتمع الجزائري آخذا حالته أنموذجا للدراسة ليقابل المشروع بالإعجاب والتميز. C'est quelqu'un qui aime travailler, il adore son métier, il le fait par amour. Vraiment, il se donne à fond. En tant que collègue, c'est un ami, c'est un frère. C'est à notre niveau, il fait le montage. Alhamdulillah, la télévision Jazaïri a donné le force, c'est-à-dire qu'il fait le montage en tant que monteur. وها هو جواد يثبت نفسه ويقدم للشاشة عديد التحقيقات والروبورتاجات والمواضيع. C'est un jeune dynamique qui يحب الميتي تاعو كي يخدم باش يوصل وشا طامح طموح تاعو هو حايبهم كانت من في الميليو دو ترافاي عندنا يحب يحوس يفهم يحب عنده عفايش كو ما عندوش اكسبيريونس كبيره هنا يسقسي اللي عندهم اكسبيريونس هنايا في الخدمه تاعنا يحب يحوس يفهم شنو هادي وشنو هاد العفسه في لو كوتي تكنيك تاعنا في لا سبيسياليتي تاعنا. أبان جواد احترافية وممارسة فنية للإخراج الثاني في مهنة السمعي البصري ويشيد بمهنيته الزملاء من المركبين والصحفيين. يحب يجي يتبع خدمة جديدة يحب كذا يحب يشوف لي بلاطو تورناج يحب باسكو لوديو فيزيال عندنا ماشي سي تان كاري سي تان موند كو تقدري تسافري من سبيسياليتي لسبيسياليتي كو هو يحب يديكوفري. هذا ويحلم جواد بالولوج إلى عالم السينما والإخراج وكتابة السيناريو. Thank you.
إذا كان هذا جواد والخدمة تاعو اليومية في قسم التركيب التلفزيون الجزائري. وكما يقولوا احنا دائما عندنا هذيك الحكم المسبق على انه اللي يدخل التلفزيون يدخل معرفة. انت كيفاش دخلت التلفزيون جواد؟ حطيت السي في تاعي كي كملت الفورماسيون تاعي في بلاد فايت، ومن بعد عيطوا لي هما قالوا لي اروح جيب باش تجيب الدوسي تاعك، ومن بعد قالوا لك باش تدخل تركيب. الله يبارك، نتمنوا لك بزاف التوفيق جواد، راح نكملوا معك فيما بعد. دركا زكريا في الختام، انت شنو الرساله تاعك للشباب الجزائري عن طريق اليوتيوب ولا غير اليوتيوب ولا في الدراسه تاعك انت وصحابك كامل، وشنو الفكره تاعكم بالنسبه للجزائر؟ كيفاش راك حاب تشوف الجزائر هذه؟ يا شوف عماد، كنا نهضر من سكوتش، فهمت كيفاش؟ تما عندي بزاف هضره. لا لا باش تروح يا زكريا. قصدي يتما لو ميساج سي كو ماذا بيا انا لي جون كاع يخدم 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 باش يوصل لو بلان لو بلان. واش جواد هكذا انسان ذا احتياجات خاصه يخدم في الموضوع؟ انا ما عرفتوه، انا ما نعرفوش، مي شابو صاحبي. ولا غير شابو، بارك الله فيك وان شاء الله توصل توصل حتى طول بعيد. ماذا بينا حنايا كاع لي جون ان شاء الله يخدموا ويسقموا روحهم، وماذا بينا احنا بلادنا تسقم، فهمت كيفاش؟ انا ماذا بيا نلقى روحي في الخدمه تاعي الاز وصحابي هكا برا، وين تروح تلقى بلاصتك، وين تروح تلقى العفسه هذيك كاينه، فهمت كيفاش؟ هذا هو البليزير تاعنا. والمسرح واش تحكي لنا على المسرح باختصار؟ انتم تحبوا المسرح وانتم فرقه مسرحيه في نفس الوقت. بون التياتر ديجا انا دوكا راني راح نطلع بياسه دو تياتر بروفيسيونيل ان شاء الله مع مسيو هارون كيلاني، نوجه له تحيه. تحيه ان شاء الله. مسيو حميد بركه تانيت. تياتر جرع عفسه اونيك، فهمت كيفاش؟ التياتر هنا في قلبي نحبه بزاف ملي كنت صغير وانا ندير تياتر، ومنها دخلت التلفزيون، منها دخلت لي فيديو، منها بديت تعلمت نمثل، فهمت كيفاش؟ نبكي كذا من هنايا. التمثيل عندنا غير البكا، ما فهمتش انا التمثيل هذا. قول لي زكريا، مادام انت تحب المسرح وانتم كفرقه وحابين ديروا مسرح ومن صغركم يوتيوب مسرح تمثيل اخراج على اليوتيوب على وسائل التواصل الاجتماعي، الدراسه وين راهي في هذه كامل؟ قرايتك وين راهي في هذه كامل؟ هي بون انا يما كي كنت صغير دايرت لي قرايه جر ربي يحفظها، فهمت كيفاش؟ بون انا قرايتي نقرا ماستر انجيني سيفيس ان شاء الله، يتم قرايتي خط احمر تلقاني هكا جر نخدم في تياتر نروح كذا منايا في وقت لي زيكزامات ما تلقاش ذكي هذا واحد اخر كاع نوض على 3 تاع الصباح ونرقد ما نرقدش بكري فيها تما قرايه اكوتي باسكو تما هذه هوايه، فهمت كيفاش؟ ديروها بور لو بليزير صح وان شاء الله. ولو بليزير تاع زكريا وهشام بغدادي راح يقدموا لنا سكاتش صغير هنايا، السكاتش تاعهم فكره تاعهم راح ان شاء الله باك نضحكوا، ما نضحكوش نتفاهم معكم شي نايتو كنلقاك راقد. هاي اللبسه تاعو حنا نخلوه يلبس يوجد روحه باش يديرنا سكاتش. نتلاقاو بكم بعد هذا الفاصل، تبقاو معنا في ياس شباب. هاك زكريا تفضل زكريا. فريد سيبو. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا على امواج 55 نقطة سيستم في حصتكم اصوات ومواهب. بلاقل وليدو بلاقل بلاقل يا وليدو، خليني زير شويه قيطاره يا وليدو، الرخفه ماشي مليحه وزيد هاي برده يا وليدو، تلعبها برده لازم تسخن شويه. كيفاش الحاج؟ خليها تسخن شويه قيطاره يا وليدو. قيطاره تسخن؟ ايه يا وليدو صلي على النبي، ما تربي غير على صلاه النبي يا وليدي. لاباس لاباس اه يا وليدي لاباس. فريد نعاودو نكمل. ايه اوكي. الفنان الكبير قدم ولا زال يقدم كلمات الحان والكثير والكثير، سنكتشف كل هذا في برنامجنا من عدد اليوم الشيخ سلوقي. وليدي ماشي شيخ سلوقي يا وليدي، انا شيخ سلاقو، انا فنان كبير راك فاهم كيفاه، انا فنان كبير وشيخ تاع شعبي راك فاهم كيفاه. وزيد يا وليدي الفن هذا يا واعر، واحد القصيده يا وليدي، واحد القصيده قول فيها يا رايح وين مسافر، تروح تعيا وتولي يا وليدي، ذيك انا كتبتها راك فاهم كيفاه. عذرا الشيخ، الشيخ سلاقو غلطنا غير في الاسم لهنا. ماشي مشكل وليدي ماشي مشكل، ترفع على صلاه النبي وليدي راك فاهم كيفاه. انا فاهم كيفاه شيخ. اه يا بيان، ما انا فاهم كيفاه، انتم فاهمين كيفاه. فريد كيفاش نكمل؟ اه يا وليدي يا ما عندناش الوقت دوك، عماد يحاوزنا يا. اذا من هو الشيخ سلاقو؟ اوه وليدي ما تعرفنيش يا وليدي، انا شيخ كبير
قلت لك من قبل انا شيخ تاع شعبي عارف كيفاه، ومن بكري وانا ندير في الفن هذايا والمدرسه، انا مدرسه وليدي عارف كيفاه، انا مدرسه كبيره عارف كيفاه، انا فاهم كيفاه، داتني وخبتني حتى الكب موجبي يا وليدي عارف كيفاه، انا فاهم كيفاه شيخ صحه. بناء على ما قلته شيخ، في رايك ما هو الفرق بين المدرسه الفنيه القديمه والمدرسه الفنيه الحديثه؟ او وليدي مدرسه قديمه، انا قريت كاين المدرسه القديمه التحتانيه وكاين المدرسه الجديده الفوقانيه يا وليدي، انا قريت 5 سنين في المدرسه التحتانيه يا وليدي فاهم كيفاه، ومن المدرسه الفوقانيه يا وليدي ما كاش ما جاش شنها راك تعرف الثوره بكري يا وليدي فاهم كيفاه. كوبي كوبي راك فاهم كيفاه، يا انا فاهم كيفاه شيخ، انا اللي فاهم كيف، ما انا اللي فاهم كيف يا وليدي، ماكش فاهم كيفاه شيخ، قصدي المدرسه الفنيه يعني موسيقى شيخ، ماشي المدرسه اللي قريت فيها موسيقى وليدي. شوف قصدك المقامات تايا، قصدك المقامات، قصدي المقامات شيخ، انا نعرف المقامات يا وليدي، انا نعرف بزاف مقامات، المقام اللي نحبونا ونعزو مقام كبير، مقام شهيد يا وليدي، مقام شهيد، ديجا خدمت فيه 5 عراس انا يا وليدي فاهم كيفاه، خدمت فيه 5 عراس ومن هذا المنبر نقول له قدر ما خلصنيش فاهم كيفاه، نقول له حسبي الله ونعم الوكيل. يا فريد كوبي كوبي سي بون يا شيخ. ما راك حاكم والو، وانت اصبر يا وليدي ندير لك واحد طنطاني شيخ. وي انت خاطيك موسيقى يا فريد، انا بطاله سي بون. يا وليدي ندير لك واحد طنطاني، ما نديرش، ما نسمعش، ما نسمعش يا وليدي، ما نسمعش عليك، اسمعها وحده ولا وحده في الوسطاني، ما نسمع لا دنداني لا طاني طاني خويا، ندير لك واحد مالها تاع الهلال العربي السوداني. يا وليدي فاهم كيفاه. يعطيكم صحة زكريا صالح وهشام بغدادي، بارك الله فيكم في هذا السكتش، يعطيك صحة زكريا، تلاقوا بك زكريا في المرة الجاية انت وهشام. إذا كان هذا السكتش من تأليف تاعهم، من بعد نخلي لكم التقييم تاعكم اللي تلقاوها عن صفحة الفيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب، تقدروا تقيموا ولا تدخلوا الموقع التلفزيون www.tv.dz وتقدروا تشوفوا الحصة على اليوتيوب وتقيموا واش قدموا لنا هشام وزكريا. في احنا راح نكملوا القصره نتاعنا الان مع جواد. جواد انت لما يشوفوك شباب دوك يشوفوك عن طريق شاشه التلفزيون الجزائري، تخدم تنوض صباح تجي تعمل العشيه تدخل الدار، وشنو هي الرساله نتاعك للشباب الجزائري؟ واش تقول لهم؟ كيفاش راك حاب تشوف الجزائر انت؟ كيفاش راك تخيلها الجزائر تاع غدوه ان شاء الله؟ نقول لهم كوراج و فو با بيردي اسبوار و دير عفسلك هايبه ما مالغي تو تي وجهك واقع بوجهك دي ديفيكولتي صعوبات صعوبات ما تحبش كمل 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 ما حتى تلحق طموحاتك وتلحق كيفاش راك تخيل انت كشاب جزائري، كيفاش راك تخيل الجزائر، كيفاش راك حابها تكون، كيفاش راك شايفها الجزائر بالنسبه لك انت كشاب، كيفاش تحب تكون الجزائر تاع غدوه ان شاء الله؟ تكون الجزائر تكون تعطي كل واحد حقه وتعاون اللي ما عندوش وبالمقابل يعطوها هي ثاني كبلد يقدموا الواجب نتاعهم. الان نروحوا لياسين. ياسين نعرفوا انك عندك صوت شباب، قالوا لي تعرف تغني هكذا، واش تغني، واش تحب النوع تاع الغناء تحب تغنيه؟ هاشمي قلوابي. هاشمي قلوابي الله يرحمه الفنان هاشمي قلوابي. واش من اغنيه، واش عطينا مقطع صغير نسمعوا ياسين ساميه، نسمعوا ياسين في هذا المقطع راح يغني لنا هاشمي قلوابي، نسمعوك هكذا تفضل ياسين. شكرا. البارح وانا زاهد شبابي العمر زينين الزينين، البارح كان 10 على 20 كان كان في عمرك 20 هكذا البارح؟ لا تاع هاشمي قلوابي. هاشمي قلوابي الله يرحمه. وليدو ملول قلوابي، مروان قلوابي، الله يبارك، نحيو مروان لو يشوف فينا. قل لي ياسين درك انتايا واش تمنى غدوه، كيفاش تمنى تحب الجزائر انت؟ نعم. كيفاش تحب الجزائر؟ قل لي احكي لي كيفاش تحب الجزائر؟ نحب الجزائر العاصمه. نحبهم كامل. خاصة لا فامي تاوعي، لا فامي تاوعي خالتي. وكان يسكنوا بعد. انت قلت لي باللي بعد ما ماتت يماك وباباك الله يرحمهم، خالتك وراجل خالتك هما اللي قايمين بك. كيفاش احكي لك كيفاش راهي حياتك دوك انت؟ دوك انا حياتي دوزتو مع لا فامي، هذا ما كان نقول لهم يديكم الصحه كامل لا فامي، ناس في قليعه، ناس في كندا،
ناس تاع فرنسا ربيتهم في عمرهم وكان لا فامي لا فامي مكدود لا فامي دغلاست حمام هادو كامل لا فامي تاعك دوكا راح يشوفوك في التلفزيون يشوفوا فيك في التلفزيون نعم. ومن بعد كي تمشي في الشارع في الزنقه تولي مشهور نعم. كيفاش تتعامل مع الناس كي تولي مشهور ولا نولي هايل كيفاش هايل نولي ما شاء الله انت واش تحب في التلفزيون بزاف نحب كامل المسلسلات كامل بدله زوج مع محمد عجيمي مورا جعبان و هذا ما كان تحب تشوف هذا المسلسل مصطفى عياد مصطفى عياد كنت ممثل مشهور ما كنت مع مصطفى عياد مورا تخان لو يدوس في قناة التلفزيون الجزائري في مسلسل ليالي بيضاء وإخراج عمر دريباش مثلت معهم نعم مثلت مع مورا تخان مصطفى عياد واش كان الدور تاعك كدور مشهور الله يبارك ياسين كان الله يبارك الله يبارك ياسين كان الله يبارك ياسين والله ضحكتني ياسين ياسين ان شاء الله نتمنى لك تولي في اعلى المراتب ان شاء الله ربي يوفقك ميسا ميسا انت يا قلتي لي باللي الاطفال كاع يحبوك ما يزعفوكش ما يعيوكش يعني من داك ما يفهموكش ولا لا لا عادي شوف كاين اطفال صغار يحبوني يحبوني يموتوا عليا كندخل للمسجد كندخل للمسجد كندخل ليكول ندخل يشوفوني يديروا لي باي يديروا لي باي باي اطفال صغار يحبوني يحبوني يقدروني واش يحبوا نعاونهم بلا مشكل الله يبارك الله يبارك جواد جواد اللي هو في المجال التقني سمعنا انك تحب الاخراج وراك تحضر لي فيلم قصير شورت موفي ولا كما يقولوا كور ميتراج وشنو الفكره نتاعو وكيفاش راح تخدمو وهل هذه طريقه حاجه سهله بالنسبه لجان كيما انت هكذايا يا حاجه ما سهله كي تجي تشوف مي لازم تبوزي روحك لافون باش تقدر ديرها فايس كيما هادو plus important افسك حيبها ثم تدير المستحيل باش تحققها وشنو القصه تاع الفيلم القصه تاع ليش حاجه سريه يا اخي كور ما تخافش شويه معليش رغم ان عندي فكره لو ما عندي فكره عليها اذا يلتحق بنا في البلاطو الان بالاضافه الى جواد ميسا وياسين ياسين عبد المرايم ياسين انت طالب جامعي تقرا وفي نفس الوقت تحب المسرح وشنو الهدف نتاعك كشاب جزائري من التوجه تاعك للمسرح الحاجه الاولى علاش حبيت المسرح كشاب المسرح هو رساله استدر رساله المسرح هي الرساله انه المسرح كي تكون على ركح انك تقدم فيه رساله هذيك الرساله اللي تولي تقدم فيها هذاك هو اللي تجبد يعني اللي تجبدك باش يعني تمارس المسرح وتقدم رساله توصل توصيل الرساله الى جمهور ما الى كنت الى جمهور ما عن طريق الركح هكا صح احنا مقبل كان معنا ضيف زكريا صالح هما شباب اللي ينشطوا على اليوتيوب ويقول لك هما كذلك في نفس الوقت ممثلين مسرحيين ويقول لك المسرح ناس ما ولاتش تجي للمسرح راحوا كامل وسائل التواصل الاجتماعي هل تشوف انه وسائل التواصل الاجتماعي الان نقصت من قيمه المسرح ولا بقات ما زالت القيمه تاع المسرح حتى في ضوء التطور التكنولوجي اللي احنا عايشينه لا المسرح يعني المسرح يبقى مسرح يعني ما ننساش بانه المسرح هو ابو الفنون يعني حتى نشوفوا يعني انا مانيش ضد يعني صناع المحتوى على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على مواقع التواصل الاجتماعي انا مانيش ضد هذا الشيء لكن الممثل المسرحي يعني وتكوين التكوين على خشبة المسرح هذه هي القاعدة ما نهربوش منها حتى إن صانع المحتوى يكون لازم يعني من الأحسن أنه يبدأ من المسرح يدي طريق في المسرح يأخذ تجربة المسرح ومن بعد معليش يكون صانع محتوى ولكن لأنه المسرح عنده يعني عنده خصوصيات عنده يعني قواعد يعني عنده دراسات يعني عنده أشياء عنده نظرات يعني إلى المدى البعيد يعني عنده روح وسط المجتمع. شحال في عمرك ياسين؟ 20 20 سنة 20 سنة كيفاش راك تشوف الشاب الجزائري؟ لو كان نطلبوا منك دير تقييم على 10 يعني نقولوا 9 ولا 8 ولا 7 ولا 5 على 10 الشباب الجزائري شحال تمدلوا الآن يعني في الجزائر شحال تقيموا كيفاش تقيموا كيفاش راك شايف الصورة تاع الشاب الجزائري في الوقت اللي أنا فيه؟ الشاب الجزائري دروك نقيمه يعني نعطي له 8 من 10 يعني شاب جزائري نقول لك على تيتلو 8 من 10 ويستحق حتى نعطي له 9 من 10 لانه شاب جزائري لو يعني الدور في وسط المجتمع
بس يعني تروح دور غير في دون لا سوسيتي هكا ديكوفري بزاف سوا ديكوفري باللي لي جان طالون تاعنا عندهم مواهب عندهم قدرات يعني شتي عندهم مشكل واحد وعائق واحد انه كاين لي طابو قدامهم محاصرين يعني لو نعطولهم لي سباس ونقولوا يعني ابدع تشوف الابداع نعطولهم الامكانيات نعطولهم يعني نعطولهم شيء صغير فقط نزرعوا فيهم الثقة بالنفس نزرعوا فيهم يعني الحب نزرعوا فيهم أشياء صغيرة فقط يعني تشوف الإبداع وتشوف طاقات الشباب الجزائرية وانت بلا ما تحس تعطينا 10/10 أنا كنت نشوف في جواد كيفاش يدير المونتاج كيفاش يصبر كيفاش يعني تلمو يبغي هذا الشيء صبر وقاعد يعني وساكريفا في حياته باش يقدر دار حاجة اللي يبغيها عبك بلي ميسا تحب المسرح ولعبة مسرحية لو كان نقول لكم ديروا لنا حاجه ارتجاليه كيما راكم هكذا حاجه ضحك زعما هي زعما تدخل تلقى المره تاعك ما طيبتلكش واش تقولها ها؟